الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، أيها المستمعون الكرام، أيها المشاهدون الأعزة، إن الحديث الذي أقرأه عليكم الآن حديث مهم جدا، وهو حديث يتحقق واقعا في عصرنا هذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. هذا الحديث يتحدث عن دور الفتن التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لأمته وتثبيتا لها على الحق، وأن تعرف من قبل وقوع الفتن والأحداث المؤلمة العصيبة ماذا ستواجهه من الابتلاءات والمحن، وماذا عليها في تلك الفترات الحرجة الصعبة. فمن ذلك أن الدين سيعود غريبا، وهذا قد يقع في بلد دون بلد، وفي منطقة دون منطقة، وفي عصر دون عصر، لا ينتظر لها الزمن الأخير. فكم من البلدان كانت عامرة بالدين ومدارسه ومعاهده وعلمائه ووعاظه. ألا نعرف تاريخ بخارى، تاريخ سمرقند، تاريخ طشقند، تاريخ فرغانة، تاريخ المدن التي كانت عامرة بالمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والمتكلمين والمجددين والصالحين والمصلحين من أراضي خراسان، ومن أراضي تركستان، ومن أراضي أفغانستان، ومن أراضي تاجيكستان، ومن أراضي أوزبكستان، وغيرها في العالم مدن كثيرة. ألا نعرف هذا التاريخ الزاهر اللامع؟ ثم ماذا حصل فيما بعد؟ ما الذي حصل؟ انقلبت الأحوال ودالت الدول، وأصبح الإسلام مطارداً منفياً يعذب بسببه الإنسان ويقتل، كما حصل في الجمهوريات الإسلامية أيام الغزو الروسي، وكما حصل في منطقة البلقان، وكما حصل في المناطق الشمالية في الهند بعد التقسيم، وكما هو حاصل في مناطق كثيرة في الأرض حيث أصبح الدين غريبا، حيث أصبح الدين غريبا لا أنيس له ولا جليس ولا معين ولا نصير، كأنه مسافر وحيد بين الأجانب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالات العصيبة، ولكنه في نفس الوقت بشر هؤلاء الغرباء الذين هم أصبحوا أجانب، أصبحوا مثل المسافرين الذين لا يعرفهم عامة الناس، والذين ينفردون عن الناس بدينهم لفساد المجتمع وانحرافه. فتعود عليهم عندئذ مسؤولية الأنبياء، يقومون كورثة للأنبياء بعمل الأنبياء. ولا شك أن الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بعث الله تبارك وتعالى به أمة مسلمة صالحة مجاهدة مبشرة بالخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، مؤمنة بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
مسؤولية الأنبياء كيف تلقى على الخلفاء وعلى الورثة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والرسول شهيد وأنتم شهداء، فأنتم تشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة للحق بالحق في الحق، أنتم شهداء بالحق. وقد فسرت طوبى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. ينبغي أن نكون غرباء إذا فسدت المجتمعات، فأن نمثل حالة الغربة بدلا من أن نميد وأن ندخل وأن نخالط المجتمعات الفاسدة. بدلا من ذلك ينبغي أن ننفرد عن المجتمعات الفاسدة ونعمل كما عمل الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه في الدعوة إلى الله وإقامة الحجة على الناس. فسرت طوبى بالفرحة وقرة العين والسرور والغبطة، وجاءت كذلك بمعنى الجنة وبمعنى شجرة في الجنة عظيمة. وقد جاء هذا الحديث مختصرا يفسره حديث عمرو بن عوف الذي أخرجه الترمذي، فقد جاء في بيان معنى الغرباء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. من هم الغرباء؟ من هم الغرباء؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأخرجه ابن ماجه أن هؤلاء الغرباء سيكونون هم النزاع من القبائل. النزاع من القبائل ما معنى؟ النزاع جمع نزيع ونازع، وهو من نزع من أهله وعشيرته، سواء لأجل أنه أخرج من أهله وماله فأصبح غريبا لا مأوى له، أو خرج مهاجرا إلى أرض الغربة لنصرة دين الله تبارك وتعالى. مثل أولئك الذين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، النزاع من القبائل، فلان من القبيلة الفلانية وفلان من القبيلة الفلانية يأتون إلى المدينة المنورة ليجدوا هنالك مركز الإسلام ويتربوا فيه ويتعلموا فيه ويتفقهوا فيه حتى يصلحوا ثم يصلحوا إن شاء الله تعالى. فإذا يجتمع الغريب مع الغريب كما اجتمع الغرباء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي في الصفة النبوية، ويتكون مجتمع لأنصار دين الله. فكان الإسلام غريبا في مكة، ثم اجتمع النزاع من القبائل في المدينة المنورة. وقد تحدث الإمام الشاطبي حول هذا الحديث بتفصيل في كتابه الاعتصام في المجلد الثالث في الصفحة 17، فليراجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها. هذا الحديث حديث أبي هريرة يتحدث عن هذه الظاهرة التي تتحقق في الزمن الأخير، وقد تحققت في مختلف أدوار التاريخ في مناطق هاجر الناس منها إلى المدينة المنورة. والمدينة مأرز الإيمان، بل الحجاز مأرز الإيمان كما ورد في حديث آخر، وعلى رأس الحجاز مكة المكرمة.
فهما أي مكة والمدينة المنورة ملجآن أخيران لا يدخلهما الدجال، والدجال سيكون أكبر قوة عالمية شريرة تظهر ضد الإسلام والمسلمين. فالغرباء النزاع من القبائل المطرودون والمنفجون من الناس يفرون بدينهم من الفتن، وهذا لا يتحقق إلا عندما تنفي المدينة الخبث كالكير ينفي خبث الحديد. فالحجاز الآن اسمعوا أيها المستمعون المشاهدون الحاضرون، اسمعوا، الحجاز الآن ليس مأرزا للغرباء. لا يستطيع أي مسلم أن يلجأ إلى المدينة المنورة، لا يجد التأشيرة، لا يجد الإقامة، لا يستطيع أن يقيم هنالك، لأنه إذا أراد أن يفر بدينه من الفتن فعليه أن يفر من مكة ومن المدينة، لأنه إذا بقي معتصما بدينه سوف يسجن، سوف يعتقل، سوف يعذب، سوف يشرد. هذا هو الحال الآن في الحرمين الشريفين. كم من الناس اعتقلوا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وهم في السجون، من العلماء، من الأئمة في الحرمين، ومن الطلاب، ومن الصالحين. يقال أنهم بلغوا 60,000 سجين ومعتقل. يا سبحان الله، أكان يمكن يتصور أن تكون المدينة المنورة وأن تكون مكة المكرمة لا يبقيان ملجأين للمسلمين؟ كان الواجب أن يلجأ المسلمون من سوريا ومن العراق ومن اليمن ومن مصر ومن ليبيا ومن الصومال ومن الشيشان ومن بورما، من المناطق المعذبة، من المناطق التي يشرد منها المسلمون. كان الواجب، كان الفريضة، كان الأمر المحتم أن يعطوا ملاجئ في الحرمين الشريفين في المدينة المنورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. ولكن الآن لا يأرز إلى المدينة وإلى مكة المكرمة وإلى الجزيرة العربية إلا كل منافق، إلا كل ليبرالي، إلا كل علماني، إلا كل أديب متفحش، إلا الأناس الذين يتملقون الحكام ويجاملون الأمراء ويخرجون على الشريعة الإسلامية، هؤلاء هم يجدون الملاجئ. سبحان الله، طامة من الطامات ومأساة من المسامآس الأليمة الفاجعة. لم يكن يتصور أن يحدث هذا في الجزيرة العربية، ولكنه قد حدث. فالحجاز الآن ليس مأرزا للغرباء. ومن العجيب، والغريب أن الآن يجد المؤمنون الملجأ في قطر، يجدون الملجأ في تركيا، يجدون الملاجئ في أماكن بعيدة عن الحرمين الشريفين، ولا يجدون هذه الملاجئ هنالك. فالحجاز الآن ليس مأرزا للغرباء، لا يستطيع أن يلجأ إليها الغرباء. فلا تسمح الحكومة الظالمة بدخول كل من يريد أن يحفظ دينه وأن يستقر فيه، بل من أراد الانتصار للدين وإصلاح ما فسد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وإزالة الفساد الخلقي والاجتماعي فمصيره إلى السجون والمعتقلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
فينبغي أن يكون مجال الحديث عندما يقام مجتمع الأنصار والمهاجرين في المدينة المنورة من جديد، من جديد، حيث تستقبل هذه المدينة الطيبة كل مؤمن يلجأ إليها للدين، ثم يقوم بحركة الإصلاح والعمل والنشاط في هذا المركز الإسلامي. ليس هذا مركز آل سعود، ليس هذا مركز حكومة فلانية وحكومة فلانية، هذا مركز الإسلام والمسلمين للعالم كله، الإنسانية كلها. لابد أن يتضح هذا الحق، وأن يعرف الناس ذلك، وألا يقفوا موقف الانحياز إلى الظالمين. فالحق بين، والحلال بين، والحرام بين، والمحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا من يدمر نفسه ويدمر دينه ويدمر خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم قنا الشرور في الدنيا والآخرة، اللهم قنا شر الظلمة، شر المجرمين، شر الحكام. اللهم قنا كل ما تعلمه من شر غاب عنا ولا نعلمه ولا نعرفه. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من النغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين.